نبدأ مشاهدينا تجولنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الإمارات اليوم التي نقرأ منها: عيب تصنيعي في هوم ميني يسجل المحادثات ويسربها لجوجل. جاء في تفاصيل الخبر: وقعت شركة جوجل في مأزق يمكن أن يهز الثقة بها بعد أن كشف أحد خبراء التقييم والمراجعة في موقع أندرويد أوليس عن أن منتجها الجديد جوجل هوم ميني، الميكروفون الذكي الصغير، يوجد به عيب تصنيعي يجعله يسجل المحادثات التي تدور بينه وبين صاحبه من دون علمه أو موافقته، ويسربها لجوجل لتظهر على إحدى صفحات الشركة، ما يعد انتهاكا للخصوصية. اخترنا لكم من الصحة مشاهدينا في صحيفة الرأي الكويتية: تناول القهوة يوميا يقي من الإصابة بالسكري. أفادت دراسة دنماركية حديثة بأن تناول القهوة يوميا يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. ووجد الباحثون بمستشفى أرهوس الجامعي في الدنمارك أن مركب الكافيستول والمتوفر بكثرة في القهوة يعمل على خفض نسبة السكر بالدم وزيادة إفراز الإنسولين من البنكرياس. ونطالع مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية: فيسبوك يطلق إكسبلولر فيد لاستكشاف أفضل البوستات. يبدو أن موقع فيسبوك قد أطلق بهدوء ميزة إكسبلورر فيد الجديدة لاستكشاف أفضل المنشورات العامة التي ينشرها بعض الأشخاص الذين لا يتابعهم المستخدم. وتهدف هذه الميزة لجعل المستخدم قادرا على استكشاف أشخاص جدد غير الذين يتابعهم بالفعل، سعيا لإجراء بعض الصداقات معهم. صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: سبيس أكس توصل قمر فيسبوك الصناعي للفضاء مجانا. جاء في الخبر: تعرض القمر الصناعي الخاص بشركة فيسبوك للانفجار أثناء رحلته على متن صاروخ تابع لشركة الفضاء الخاصة سبيس أكس في وقت سابق من هذا العام. والآن كشف تقرير أن كل من شركة سبيس أكس وسبيس كوم توصلوا إلى حل لإنهاء الخلافات التي نشأت بينهم عقب هذا الحادث بإطلاقه مرة أخرى في عام 2020. وقررت أن تطلق قمر فيسبوك للفضاء مجانا وفقا على طلب مسبق من الشركة. ختاما مشاهدين من صحيفة الوئام السعودية: سامسونج تطلق نسخة محدثة من خدمتها للمساعدة الصوتية بيكسي. كشفت مجموعة سامسونج العملاقة عن نسخة محدثة من خدمتها للمساعدة الصوتية بيكسبي التي واجهت مشاكل كثيرة في بدايتها، مؤكدة نيتها منافسة أمازون التي تهيمن على هذه السوق. وكتبت المجموعة في بيان نشر بمناسبة المؤتمر الذي تنظمه للمطورين في سان فرانسيسكو أن بيكسبي 2 تشكل تقدما كبيرا في مجال خدمات المساعدة الصوتية ومرحلة جديدة مهمة من شأنها أن تغير التجربة الرقمية.